بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومن داخل سوق الخميس بمحافظة أسوان يا جماعة، معانا عزبة هنا كاسرة جوز. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله أكبر. هذا يا جماعة العزبة زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم حق. اسم الكريم للمشاهد. اسمه ابو عبد الله. ازيك ابو عبد الله، عامل ايه؟ الله يخليك. لو قلنا نفس ده حقي تعمل لها كم كيلو؟ تعمل لها 200. 200؟ طب في التصفيه حق؟ في التصفيه 200 والله. لا تصفي كم؟ يعني 10 كيلو عاد. 10 كيلو عاد. لا احنا بنقول نفس اللي هي زي ما كلها على بعضيها كده. 190 190 كيلو 180. لا انت كده بتتكلم في التصفيه ولا نفس؟ التصفيه يعني شو عد؟ لا التصفيه يعني التصفيه يعني 2 كيلو دم. طب احنا دي هنسيبها للمشاهد ابو عبد الله. تمام، ايه اللي مطلوب فيها بما يرضي الله ده يا خالد؟ وصولها 22. وين اللي مطلوب فيها؟ والله برزقه. هي برزقه. يعني اللي مثلا اللي هيرن عليك من القناه انت عايز فيها كام عشان نقولها له؟ عايزين 22 ونص 22. هذا يا جماعه زي ما انتم شايفين قدامكم، دي عامله 22 ونص او 22. نسيبوا رقم التليفون طبعا. 011 24 92 66. تظهر معنا ماشي حي. فين العنوان؟ قول لي العنوان كده. الصداقه فينا. الصداقه قاعدين هنا. تمام، قاعدين سوق الخميس لغايه العيد. تمام يا حي، في حاجه ثانيه معاك؟ لا تمام ماشي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. هذا الرقم سبناه يا جماعه. هذه العزبه دي مطلوب فيها من 22 ونص 22 22 ونص. كل سنة وانتم طيبين.